طيب معانا الكابتن سامي قمصان. معانا الكابتن سامي قمصان علشان نعرف اكتر كمان بقى في الجهاز الفني، وهم انا عارفه ان انتوا قافلين على نفسكم بشكل كبير قوي قوي يا كابتن سامي. اولا الف الف مبروك، وثانيا لما يعني اكيد يعني مش بعاد ابدا عن الاشاعات اللي يعني بيطلقوها من حين الى اخر. ازاي الجهاز الفني عشان الناس تعرف تاني، ازاي الجهاز الفني وحضرتك وكابتن سيد وحتى موسيماني بيتعاملوا ازاي مع هذه الاشاعات؟ اولا طبعا برحب بيك يا سام، ورحب بكابتن هاني طبعا. اهلا بيك كابتن سامي، مبروك على امبارح. ربنا يخليك يا كابتن. الف مبروك طبعا. ببارك لكم طبعا على بطوله كاس العالم للانديه، الحمد لله. ببارك لكم على بطوله الدوري قبل كده وافريقيا وكل البطولات الحمد لله اللي احنا شاركنا فيها. الحمد لله برضه نفس القصه. الحمد لله طبعا بدايه مهمه جدا كابتن بالنسبه لنا امبارح. طبعا الحمد لله، انت عارف البدايات كابتن بتفرق كتير جدا. طبعا بداية مهمة، والحمد لله أداء كويس بالنسبة لنا، ونتيجة مرضية الحمد لله لينا ولجمهورنا، ونسمى جمهورنا الحمد لله اللي احنا ماشيين في طريق العشر إن شاء الله زي ما وعدنا زي ما أنت اتكلمت من شوية. بالنسبة بقى الموضوع اللي إزاي نتعامل مع الإشاعات، زي ما حضرتك عارف يا كابتن إن الموضوع ما بدأش من دلوقتي بس، يعني الموضوع بدأ من فترة كبيرة جدا، من أول ما ناس دخلاء دخلوا في مجال الكورة وخلوا المنافسة بقت بشكل عدائي مش شكل فني في الملعب بس. لكن اعتقد الحمد لله اللي احنا قافلين على نفسنا كويس، بدايه من مجلس ادارتنا واحنا بنكمل برضو المسيره كجهاز فني ولعيبه نفس القصه، اللي احنا عندنا هدف واحد بس بنسعى له، اللي هي دايما البطوله هي الهدف اللي بتبقى قدامنا. ما بنبصش لاي حد، ما بنبصش لاي مغالطات بتحصل، اي حد بيحاول يهز كيان واسم كبير زي اسم النادي الاهلي، كيان كبير زي النادي الاهلي، الناس بتشتغل بس عشان تنجح وتقدر تسعد جمهورها، اللي هي اللي النادي مبني عشان يسعد جمهور النادي الاهلي دايما. صحيح. ده اللي اتعلمناه، وده اللي الكابتن دايما بيقوله في كل الاجتماعات اللي بيبقى معانا، اللي احنا نفكر فينا فينا بس، ما نشغلش بالنا باي حد تاني. والحمد لله اعتقد ان البطولات والحاجات دي هي بتتكلم على كيان النادي الاهلي، مش محتاج حد يدافع عنه او محتاج حد يتكلم عنه. فاحنا الحمد لله ماشيين على الطريق دوت، وطبعا انتوا في ظهرنا دايما معانا. ده صحيح، انا كنت لسه هقول لك يا كابتن سامي، يعني احنا دايما في ظهرك وقناه النادي دايما في ظهر ناديها، وزي ما بتقول يعني كيان واستقرار النادي الاهلي عمره ما هيتاثر بالسوشيال ميديا او بكلام ناس مغرضه، واحنا عارفين ومتاكدين ان الجهاز الفني والمجلس الاداره واللعيبه الحاجات ديت ولا تؤثر فيها بشيء، لكن المهم زي ما انت بتقول دايما ردود النادي الاهلي في الملعب، في البطولات، في الانجازات، في تحطيم الارقام القياسيه. فاحنا كلنا ثقه فيكم.